بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة ان شاء الله هناخد شوية معلومات عن الباك جي اس وازاي نعمله انستول وشوية معلومات عن الكوماند لاين علشان خاطر تتأسس صح قبل ما تبدأ تكتب اول سطر من الكود. في الانترو قلنا ان انت لو شغال في الفرونت اند او شغال في الباك اند تقدر تستفيد من الباك جي اس، مش بس شخص شغال في الفرونت اند وبيكتب كود HTML زي ما اتفقنا. طيب لو دخلت على صفحة الباك جي اس على الجيت هاب زي ما انت شايف هتلاقي تحت خالص حاجة اسمها implementations in other languages، في implementation للغات وفي implementation لأطر عمل كتير، ولو انت كمان شغال بالووردبريس في بلجين كمان يقدر يساعدك ان انت تكتب كود بالباك جي اس في السيم بتاعك وانت بتعمل له كرييت. طيب عايزين نشوف مثال على الكلام ده سريعا من غير ما نضيع اي وقت. PHP بايثون سي شارب مثلا، ناخد مثال على اللارافيل، وعندك كمان السينتاكس لو انت شغال بإديتور زي مثلا الاتوم ده في سينتاكس يبين لك الكلام بتاعك بطريقة ظريفة كأنها لغة من اللغات الموجودة، بحيث ما تلاقيش نفسك بتكتب تكست او الحاجة شكلها بايظ او انت مش عارف الفانكشن ليه مش متلونة زي ما ناس كده تكتب لي يقول لي انا عندي الكلام كله نفس اللون. طيب نبص بس اول حاجة مثلا على البي اتش بي الامبلمنتيشن الخاص بالبي اتش بي. هنا زي ما انت شايف كتب لك PHP او bug PHP add inline PHP scripting support للbug template، يعني تقدر تكتب كود bug جوه لغة البي اتش بي. وهنشوف تحت طبعا مثال. لاحظ PHP scripting support، في معلومة كده سريعة حبيت اقولها ان البي اتش بي scripting language مش programming language عشان في ناس بتتلخبط فيها. طيب تقدر طبعا تنزله عن طريق الكمبوزر. الكمبوزر ده عامل زي ال NPM الموجود في النود جي اس عشان تعمل بي install او تعمل بي require لمكتبة معينة. هنشوف الكلام ده دلوقتي حالا، بس نبص على المثال اللي تحت. زي ما انت شايف الديسبلاي فايل او التمبلت فايل اللي هو مثلا بيناديه جايب لك تمبلت دوت بج مش تمبلت دوت HTML. البج ده اللي انت بتكتب فيه الاكواد البرمجية اللي اتفقنا عليها الخاصة بالتمبلت انجن دي عشان يطلعها لك HTML، يعني انا اقدر اكتب من لغة البرمجة مباشرة، وده الامبلمنتيشن اللي احنا بنتكلم عليه. طيب بعديها على طول نبص بصة على البايثون. عندك مكتبة كان في مكتبة اسمها بايثون جيد وغيروا اسم الجيد زي ما قلنا عشان دي كانت تريد مارك لبرودكت تاني وسموها البج، فعندك المكتبة طبعا اتغير اسمها، ده بس تأكيدا للكلام اللي قلناه قبل كده. لو نزلت تحت طبعا هتلاقي نفس الفكرة، لو انت شغال بالجانجو الخاص الفريم ورك الخاص بالبايثون هتلاقي ان انت عندك سبورت ان انت تشتغل برضو بالبج مفيش اي مشكلة خالص. نفس القصة للناس اللي تشتغل سي شارب ودوت نت عندهم برضو الميزة انه يقدر يشتغل مفيش مشكلة خالص. وهنا اللارافيل هنا لو بص بصة هنا سريع على الفيو، ادي الفيو whatever dot bug بدل html حاطط الفيو ملف bug بيعمل كومبايل لملف html، يعني تقدر تكتب من اللارافيل مباشرة، يعني في implementation ظريف جدا تقدر تستعمله حتى لو انت بتشتغل في الباك اند. طيب ندخل على السيت اب على طول علشان خير الكلام ما قل ودل. هنا في البلاي ليست دي اسمها هاو تو هتلاقي عندك فيديو اسمه هاو تو يوز ان بي ام او نود جي اس باكج مانجر. الباكج مانجر ده اللي خاص بالنود جي اس اللي احنا عن طريقه هنعمل سيت اب للباكج دي في بيئه العمل بتاعتنا عشان نبدا نشتغل بيها. الدرس ده عباره عن 6 دقايق لكن مهم جدا 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 عشان ما عيدش فكره الان بي ام وعشان ما اطولش وقت الفيديو. طيب جميل جدا، هنرجع هنا للصفحة دي اللي هي الخاصة بالانستول. عندك حاجة اسمها انستول للباكج وهنا الكوماند لاين CLI لو شفتها في اي حتة باكج داش CLI معناها كوماند لاين انترفيس. الكوماند لاين انترفيس هو الاوامر اللي بتنزل لك في الكوماند لاين عشان تشتغل بيها وتظبط بيها شغلك. الاوامر دي زي ايه؟ زي ان انا اعمل واتش على الملف زي ما كنا بنشتغل في كورس الساس، يعمل واتش اول ما اكتب يروح عامل كومبايل دايركت على ملف ال HTML. طيب هو كتب لك هنا after installing the latest version of Node.js. الكلام ده اتشرح في الفيديو ده لازم تشوفه عشان تفهم الدنيا ماشية ازاي. بعد ما تسطب Node.js بناء على الشرح اللي هنا هينزل لك في القائمة بتاعتك، هنا هتلاقي الكوماند لاين بتاع Node.js هتفتحه وتبدأ تعمل install للمكتبة. هقول له npm اللي هو Node Package Manager install، هعمل setup للبج مكتبة البج بتاعتي واستنى عليه شوية هيعمل لها setup دلوقتي زي ما انت شايف. تمام قال لي added one package ضف لي الباكج بتاعتي. بعديها على طول هقول له انستول البج CLI او اللي هو دلوقتي الكوماند لاين انترفيس اللي هو فيه الاوامر بقى اللي انا عايزها. هتشوفوا دلوقتي اللي انا بكتبه ده كله
ايه لازمته والجي دي انا ضفتها ليه، كل حاجه في الدنيا هعلمك ازاي تعملها علشان انا مش عايز حد يحفظ خالص. قال لي ابديتد وان باكج، ممكن تكون الباكج دي كانت عندي قبل كده. لو انت بتعمل لها سيت اب فروم ستارت يعني فروم سكراتش، ممكن يقول لك انستولد كام 76 او 78 باكج، لكن انا ممكن كانت عندي قبل كده فبيقول لي ابديت، عمل لها ابديت. طيب دلوقتي انا بقى عندي المكتبه او الباكج بتاعتي، وبقى عندي الكوماند لاين انترفيس او الاوامر بتاعتها، يعني فاضل بس ان انا ابدا اشتغل. طيب عشان تعرف اوامر الباج او اوامر اي باكج موجوده عندك، حتى لو انت شغال في اللينوكس، شغال في الماك، شغال في اي حاجه فيها كوماند لاين، دايما الباكج بيكون ليها هيلب. الهيلب ده بيديك الكوماندز اللي انت ممكن تستعملها. لو جيت قلت له انا هنا باج ماينس في، ده الفيرجن، هيجيب لي الفيرجن بتاع الباج والفيرجن بتاع الباج كوماند لاين انترفيس كمان، جاب لي الفيرجن 2.0.3 وهنا الفيرجن بتاع السي ال اي. نفس القصه لو جيت قلت له هيلب مثلا او بج هيلب، هيطلع لي كل الاوامر اللي انا ممكن استعملها زي ما انت شايف هنا. اوتبوت ذا فيرجن نمبر، يطلع لك الفيرجن. هنا كومبايل بريتي اتش تي ام ال اوتبوت، لو عايز تطلع الاكواد بتاعتك اللي بتعمل لها كومبايل تطلعها منسقه ولذيذه وعسل، تقدر تستعمل الامر ده. هنا لو عايز تحدد الاكستنشن بتاع الملف اللي هيطلع عندك داش اي، كل الاوامر موجوده. وكل الكلام ده كله ان شاء الله هنتكلم فيه طبعا بالتفصيل، بس انا بوريك مثال على فكره الهلب وانت ازاي تجيب الهلب بتاع المكتبه بتاعتك. سمعت واحد كده بيقول لي انت ازاي الامر اتكتب بسرعه كده، لو انت تكتب امر في الكوماند لاين وطلعت بالسهم لفوق هيجيب لك الاوامر اللي انت كتبتها في الهيستوري كلها، تطلع فوق وتحت عشان تجيب الاوامر. معلومه بس سريعه عشان مش عايز حد يقول ازاي اتعملت. يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم. المفروض ان احنا كده ان شاء الله يعني قلنا بسم الله وبدأنا، فاضل ان احنا نبدأ نكتب الكود الفعلي ونتعلم التمبلت انجن بتاعنا بتاع النهاردة ونطلع اوتبوت HTML دلوقتي. اشوفكم ان شاء الله مع درس جديد، والسلام عليكم.